صباح الخير وسلام المسيح مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من نور جديد. اليوم رح نبلش حلقتنا بفيديو كتير مهضوم أخذ ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما بحكي بذات الوقت مشكلة اجتماعية كبيرة بتعاني المرأة اللبنانية منها بالإعلام اللبناني. خلينا نشوف الفيديو. هيدا الفيديو كل ما احضره بيرجع بضحكني. اول شيء مشاهدينا خلينا نستقبل الاستاذه المحاضره بالاعلام والمستشاره في العلاقات العامه دكتور ريتا صياح. دكتور ريتا بونجور، صباح المسيح. صباح الخير. اول شيء شو رايك بهيدا الفيديو؟ يعني حلوه فكرته انه طلي بالابيض الغنيه ونحن طلعنا بالابيض، صح. بس مثل ما كنا عم نحكي كرمال غير هدف. اول شيء رح نبلش بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني بهيدا الفيديو هو كثير مهضوم وكوميدي، بس بذات الوقت بيحكي عن مشكله بتعاني منها المراه، انه دائما فكرتها هي بتعزل، هي بتنظف، هي ورا المجله. اذا فينا نبلش بالسوشيال ميديا بنرجع ننتقل على الاعلام اللبناني. هلا المرأة، نحن بنعرف انه المرأة عندها كذا دور بتلعبه بالحياة، مشان هيك هالقد نحن بنقدر وجودها وبنقدر الجهد اللي بتعمله. يعني المرأة، عندنا المرأة الأم، المرأة الأنثى، المرأة العاملة، اتسترا اتسترا. يعني المرأة عندها كذا شغلة بتعملهم بذات الوقت. صحيح انه نحن بنستعمل الكوميديا اوقات تنوصل رساله، ورساله بتكون اوقات اهم بكثير وبتوصل اكثر للمشاهد، بس نستعمل الكوميديا. هي هيدا الفيديو حتى عليه قلت لك ما تطلي. يعني كمان فيه مساج مهضوم للبنت انه دائما كمان مستعجل على الجهزه، هلا بنضع القرص الجاي. 100% انه هي الفكره انه هيك امور لا نتيجه صورة نمطية موجودة عند المجتمع اللبناني وكمان المجتمع بشكل عام. يعني مجتمع الذكوري مش هي منا مشكلة أو إشو بس للمجتمع اللبناني، هي وين ما كان. إذا بدنا نتطرق هلا على الإعلام والإعلان والدراما، هي وين ما كان مش بس بلبنان، المجتمع الذكوري الطاغي. صح. رح نفوت دغري بالموضوع الاعلام. يعني دائما بنلاحظ من انا وصغيره بحضر الدعايات بالاخص وسائل التنظيف، اذا بدنا نحكي المراه دائما هي عم تجلي، هي اللي عم تعطي النصائح، وكمان بذات الوقت دائما امراه جميله مزبطه حالها، انه مش انه مثل ما كنا نحن نكون منكوشين. يعني نحن وعم نعزي، يعني نحن صوره المراه اللي بنشوفها بالاعلان اللبناني، وبنرجع بنقول ما بدنا نعمم لانه في كمان صور عم تنكسر هالصوره النمطيه بكثير من الاوقات. بس الصوره النمطيه للمراه اللبنانيه هي محصوره بمحلين او ثلاثه. يعني بنشوفها او ست بيت عم تهتم ببيتها، بنظافه بيتها، هي الأم اللي عم تهتم بالعائلة، براحة الأولاد، راحة زوجها، أو المرأة اللي عم تهتم بجمالها كأنثى كرمال ترضي رغبات الرجل. فيعني عم بيكون هالتركيز على هيدا الموضوع أو على شكلها الخارجي أو على دورها كأم وست بيت. يعني حتى بتشوف، يعني حتى بالكوش دائما امراه عم بتغير، كان هيدا الشيء البيبي انه بس ابنها لها. يعني دائما بالاعلام للاسف، يعني انه دائما الام هي كل شيء، مع انه البي له دور كثير كبير يعني بالنسبه للاولاد. وهون ما بدنا جين نظلم البي خصوصا بهالايام. يعني هيدي كمان صوره نمطيه موجوده عن الاب او الزوج، انه ما بيهتم بالولاد. لا، بهالايام خصوصا انه المراه عامله ومراه عم تطلع من بيتها وعندها ستريس شغله والى اخره، فالبي كمان عم بيساعد. بس على طول بنركز على هيدا الموضوع، بنركز انه الام هي اللي عم تهتم،
لانه ورتينا هيدي الفكره. صح ورتينا. يعني حتى ديك المره وقت كنت عم بعمل ريسيرش شفت دعايه، كنت عم خبرك قبل شوي، بتصل البنت بالاخر بنت صغيره عمرها 10 سنين بتوقف بين الحما والام مثل انه هي عم تورث هيدا المسحوق، لانه هي رح ترجع توقف فرا المجرى لما تكبر. هيدي الفكره انه الرول موديل لها او المثل الاعلى هي امها او ستها، انه بس تكبر هي رح تصير مثلهم. هو منه شيء عيب انه واحد يكون طبعًا عم يهتم ببيته، بس نحن ما بدنا نحصر صورتها للمرأة بهيدي الشغلة. هي فيها تعمل هاي الشغلة وفيها تعمل كذا شغلة. مزبوط. صحيح. بذات الوقت يعني ما بيركزوا انه مثلا انه هي صغيرة بدها تصير مهندسة، مديرة اعمال، توصل بوزيشن عالية. وهلا بنوصل للسبب الاساسي كمان كنا عم نحكي عنه يلي وصل لهيدي الصورة النمطية بالاعلام. هي كمان الصور يعني صورة نمطية للمرأة بيواجهها صورة نمطية كمان للرجل. الرجل بالإعلان وبالإنتاجات الدرامية والإنتاجات الإعلامية بشكل عام، الرجل عطول هو الشخص يلي المنتج بالبيت، يعني هو يلي بيروح وبيشتغل وبيرجع وبيستقبلوه الأم والأولاد. صحيح. فكمان هيدي صورة نمطية، لأنه أكيد المرأة بهالأيام كمان المرأة هي ناتجة وهي عم بتشتغل، عم يشتغلوا سوا بس بارتوع. المرأة صارت كل شيء، صارت بدها تشتغل وتوصل تهتم بالاولاد وبدها تجرب ان بارلل تنسق بين كل امورها. صح. ما بتقبل انه تكون مقصره بمحل، مشان هيك بتتعب. هل هذا الشيء بعود انه المرأة بعد ما وصلت لمراكز عاليه بالاخص بشركات وسائل الاعلام او الانتاج اللبناني؟ هلا بشكل عام البرسنتج النساء بعده أقل من برسنتج الرجال كموظفين أو موظفات بقلب شركة أو شركة إنتاج أو شركة إعلام أو حيالله مؤسسة أو شركة. بيعود لكذا سبب. أول سبب أنه المرأة خصوصي وقتها بيكون عندها عائلة، تكون مزوجة وعندها عائلة، يعني أوقات بتفضل أنه تحط طموحها على جنب كرمال تهتم بهالعائلة. فأكيد هون بدها تنسى شوي طموحها القليلة وقتها يكونوا أولادها بعدهم صغار. بس حتى في يعني تبقى مرأة طموحة أو حتى بأول عمرها، يمكن توصل هي والشاب مثلا 26 3 سنين في بوزيشن بياخذوا الشاب، مع انه ايام بتكون هي جديره اكثر بالموقع، يعني بياخذوا الشاب عندنا بمعظم الشركات. المؤسف انه حتى لو عندهم ذات الاكسبيرينس، ذات سنوات الخبره والسي في تبعهم بيشبه بعض، على طول الرجال او تما نقول نعمم انه اغلبيه الوقت الرجل عم بيكون عم بياخذ حتى معاش اعلى من معاش المراه. صحيح. لانه بيعتبروه انه هو اندبندنت اكثر، فيهم يستفيدوا من خبراته اكثر. ولسوء الحظ في كثير مؤسسات وبيكونوا مؤسسات محترمه يعني بفضلوا توظيف رجل على المراه، لانه بيعتبروا انه المراه بيوم من الايام يمكن بدها تتجوز، يمكن بدها يصير عندها اولاد، سو بدها تضطر تفرز هون. بس كمان بيرجع بعتقد الدعم للزوج وقبل الفتاه، يعني من هي وصغيره يمكن لازم نربي انه لا انت فيك توصلي، فيك تلحقي على كل شيء. وحتى قديه جوزها دعمها، يعني هلا بنشوف تمان عمم، لانه في كثير شباب عم يدعموا نسوانهم انه زوجاتهم انه يوصلوا، بقول لك انا بهدي الاولاد، انا بهتم فيهم، مثلا كملي ماستر، اشتغلي كمان. هي الحياه بالنتيجه انه اخذ وعطى. مثل ما انا بدي ادعمك، انت بدك كمان تدعمني بشو ما كان انا عم حتى نعطيهم حق تما يقولوا نازلين فينا. لا لانه هيدي الحقيقه، يعني نعم. هيدي الحقيقه. رح ننتقل على الدراما اللبنانيه. يعني بنشوف دائما مرأة ايديال بيرفكت بجمالها بشخصيتها، وكمان يبقى دورها شوي اوطى، يعني يا بفرجوا مره سوري على الكلمه كثير فاجره، يا بفرجوها انه هي كثير عقله وانه مثل الحمل وديع مظلومه. هلا نحن عندنا هون كذا شغله لازم نحكي نضوي عليها. المراه بالدراما اجمالا، عم بحكي لانه حتى بالدراما بامريكا كمان بتشبه كثير هون. صح. اجمالا البطوله، دور البطوله، يعني بس قول دور البطوله يعني الاكسبوجر الاكبر، المردود المادي الاكثر اتسترا، هو للرجل اكثر من المراه. حتى ماديا بيقبض، حتى ماديا لو كانت بطوله مشتركه على طول الاساس هو الرجل. اساس هو رجل. هيدي مشكله. المشكله الثانيه هيدي هون عم بنتقل بس للانتاج الدرامي اللبناني، في كثير تركيز على شكلها للمراه، يعني ما بنقبل المراه تكون عم بتنظف بيتها ولا نايمه بدها تنام الا ما تكون فول ميك اب،
هيدا شيء ما بيشبه الواقع ولا بأي طريقة. يعني أنا بدي أشوف حدا يشبهني بالدراما، بدي أجرب أنا تكونكت مع هالشخص. أحسه أنه بلا يمكن أنا بوقت من يومي بكون بهال أصلاً توصل للمشاهد أكثر. يعني لما تكون، يعني أنا بس أحضر مسلسل، إذا الشخص بيلمسني بطريقة معينة بيشبهني، بتحس المشاهد بيتعلق أكثر بالمسلسل، بصير متابعه بطريقة أكبر. يعني أكيد، وهيدا عم بيأثر على كتير عالم، وخصوص العالم اللي نحن كباحثين بالإعلام بنركز عليهم، هن المراهقين والمراهقات. صح. بشكل خاص، لأنه المراهقات عايزين رول موديل يتبعوه أو يتطلعوا to look up to. بس يكون الرول موديل هو شخص معروف على التلفزيون أو بالإعلام أو بالإعلان. صح. وبس يكون عم شوف هالقد هالشخص عم بيهتم بشكله وما عم بيفرجينا قيمة الأفكار أو علمه أو ثقافته، هالبنت رح تحس حالها أنه لازم تعمل هيك، لازم تهتم بشكلها، لازم يكون كل تركيزها على كيف بده، شو بدها تلبس أو كيف بدها يكون تعمل شعرها اتسترا. هون كمان نرجع على السوشيال ميديا، لأنه المشاهير صار عندهم مثلا تويتر إنستغرام، بتلاقي بيصلوا فوق الـ 1 مليون فولوور، وبتلاقي هالمراهقات ما عم يحكوا إلا شفت فلانة شو لبست، شفت فلانة عملت بوتوكس، فلانة كذا، إنه عن المشاهير. يعني صار كتير سطحي. لهالسبب عم نشوف بنات بعمر 16-17 عم ببلشوا يعملوا عملية تجميل. صح. عم يتبعوا موضة يمكن أكبر من عمرهم، عم بيعانوا من أزمات نفسية وصحية بسبب هالمشاهد او بسبب هالقصص اللي عم بيشوفوها على التلفزيون. صحيح. يعني بدهم يضلهم فت وانه يشيلوا الوزن الزايد اللي عندهم اتسترا. توصل لحد البولينج، يعني هلا هيدا اورسوجي بس انه عم توصل مطارح سايبر بولينج هلا. صح. كيف عم بيصير بولينج اونلاين كمان، هيدا شيء هوت توبيك يعني عم بينحكى فيه هلا، بخصوصي هلا واصلين على مدارس رامبلي المدارس بعد جمعتين. يعني انا مثلا انا اختي فرق 20 بيني وبينها، بذكر وقت المدرسه كنا نحكي قصص علميه، اوكي نخبر اخبار، بس مثلا هلا اختي بتيجي تخبرني فلانه قالت لي هيدا المطرح مثلا بجسمي منه حلو، فلانه قالت لي شفافي كبار، فلانه، يعني بركزوا كثير صاروا على الشكل بين بعض بالحكي، وبينتقدوا بعض او الاخريات بالصف على اساس الشكل. وبتعرفي هون كمان السبب على الميديا يلي عندهم اياها، مش بس ميديا كوسائل اعلام ميديا اوتلتس، عم بحكي كميديوم اوف كوميونيكيشن مثل التليفون. كل البنات يلي عمرهم 13 و14 صار عندهم تليفونات، صاروا يصوروا مع فلترز، يعني صاروا بدهم يوصلوا للبرفكشن. هيدا منه موجود، بدهم يجربوا يعملوه اترافير هالابلكيشن، ياخذوا اتنشن وياخذوا ايلوج على شكلهم. و يعني هيدا كله عم بيخليهم يركزوا على هالامور وينسوا قصص ثانيه. للاسف هون كمان في شيء معلق فيهن الاهل، يعني صارت الام كمان مأثره بهيدي الفكره وعم بتجرب توصل لهالفكره، بتعمل عمليات وبتنسى اولادها، يعني بتنسى كمان الكوميونيكيشن المهمه مع اولادها. وكمان قديش بدنا نحكي، اذا فينا نفوت شوي شق، يعني مش بسيكولوج بس، انه قديش في نسبه طلاق او نسبه انه المراه بطلت هي مقتنعه بحالها انه قادرة ترضي رغبات جوزها بشكلها الخارجي. هي مش بس قصة انه المرأة، هو كل انسان هلأ عايش، رجل او امرأة، صغير او كبير، صار عايش هوس او صار عايش بكونتكست انه بدي يكون بيرفكت، بدي ما يكون في شيء غلط فيه. ومالوريز ما عم بيكون هيدا الشيء انه بالشكل الخارجي، مشان هيك عم بقول انا هيدا عم بيصير في كتير نتيجه نفسيه سيئه على الناس، حتى على صحتهم. صح. كيف بيجربوا يخسروا وزن بطريقه منا مزبوطه او يعملوا بوتوكس او فيلرز بعمر كتير صغير، يعني هيدا ما كنا نشوفه من قبل. صحيح. من قبل البنت يمكن او المراه تيصير عمرها 40 او 50 تتبلش تفكر بالموضوع، هلا لا بدنا كل شيء بيرفكت حتى لو كان عمرنا بعدنا مراهقات صغار. حتى يعني بطلوا يتقبلوا انه كبروا بالعمر، يعني قبل كانت المراه تتقبل، اوكي تتقبل سوري انه صار عمري 40 سنه اوكي ماشي الحال، هلا ابدا، يعني لا بدي بين اصغر، بدي بعد اعمل، بدي لا هلا هيدا تابو عند النساء بنعرفه نحن، انه ما بيحبوا كثير يعني تو ريفيل ذير ايج، يعني ما بيحبوا يقولوا انه عمري صار هيك، انه هيدا من الكاركترستيك الحلوين عند المراه، انه عندها البيدار بتحب انه على طول انه تبين انه هي بعدها صبيه. يعني هذا الشيء ما بيرجع للمسلسلات بس، لا بس اكيد صار الهوس الزايد عن اللزوم او الوسائل اللي عم نلجأ لها كرمال هالغرض
ايه بلا صاير كثير اوفر. صارت كثير بيشبهوا بعض كل يعني النساء عم نشوف النساء على التلفزيون بالدعايات او بالمسلسلات بيشبهوا بعضهم، والبنات والنساء يلي بنشوفهم بالمطاعم وبالسهرات وبالمجتمعات كمان عم بيشبهوا بعضهم، لانه عم بيعملوا ذات عمليات التجميل لانهم مأثرين بهالصوره النمطيه. يعني انا لازم يكونوا شفاف كبار كرمالتها يحبني الجنس الاخر، عيني مشدودين، او لازم عيوني يكونوا كبار ومشدودين كرمال تكون كثير حلوه والناس تتقبلني، مع انه المعيار انه الشكل الخارجي ما له دخل بانا يتقبلني الشخص الاخر ولا لا. هون لازم نركز على الشيء الداخلي عند المراه، لازم كل مراه تعرف انه هي قادره توصل لمطرح ما بدها وقادره تتحكم بكل شيء بحياتها. يعني الله عطينا نعمه، وعن جد بيقولوا ورا كل رجال في مراه، لانه هي عن جد قادره تتحكم بكل شيء بحياتها، فيها ترجلج الامور، فيها تتحكم، فيها توصل للبدها اياه، لانه المراه كثير ذكيه. نحن اسمنا جنس لطيف ليه؟ لانه مش بس الشكل الخارجي تبع المرأة جميل، كمان من جوا المرأة كائن كتير جميل، يعني عندها نفسية حلوة، عاطفية كتير، حنونة كتير، بتحب من قلبها، دبلوماسية كتير، وبتعرف تحلحل الأمور بطريقة كتير هيك دبلوماسية. فلأ، وإذا منسأل الرجل عن المرأة صدقيني الرجل بحب المرأة الطبيعية، مش المرأة اللي بتشبه المرأة الموجودة بالفيلم ولا بالمسلسل ولا بالدعاية. صح. وكتير هلا الجيل الجديد انه كتر خير الله عم بركزوا شوي على شخصيه البنت اكثر، يعني بهمهم البنت تكون مرتبه، يشوف حاله فيها، وصلت لبوزيشن عاليه. يعني بقول انه بيفتخر هو انه مرته صارت مثلا بهذا المستوى، اكيد بيشوف حاله فيها، لانه بالنتيجه لو من دعمه لها ما كان هي فيها توصل، مثل ما هو كمان بيوصل لانه هي عم تدعمه. صح. ما هي علاقه كوبل، لا موجود شخص شاب وبنت بالكوبل كرمال تيساعدوا بعضهم يدعموا بعضهم. وبلشنا نطلع من هالفكره انه البنت ناقصه، كنا كثير من زمان الجيل القديم انه البنت يعتبروها، مش رح نقول عار، بس انه بيعتبروها ناقصه بالعائله اذا ما تزوجت او هيدا. مشان هيك نحن بناتنا والنيو جنريشن لازم نربيهم على فكره انه الزواج او الارتباط او الشكل اللي كثير حلو هيدا منه هدف، يعني نحن منه هدفنا هيدا. نحن كبنات هدفنا نتعلم، نتثقف، نسافر، نفرجي قدراتنا، نحقق طموحاتنا. اذا التقينا بالشخص المناسب بيكون كتير منيح، سينو منا كونديشن او منا معيار يعني. قول انه انا فشلت او انا ناقصه. صح. مثل ما عم بتقولي. صح. يعني هي اساسا لازم تركز على شخصيتها، وهيداك صار ثانوي، مش انه الزواج هو الاساس وهوليك ثانوي، لا، الاساس هو علمها وشهاداتها وشغلها، وبعدين بيجي الزواج والحب وهيك. بس فكره انه بالحلقات التلفزيونيه بالدراما اللبنانيه على طول اخر شيء شو المهم؟ انه صالحوا وتزوجوا وعاشوا احلى عيشه. صح. وهيدي منا الحياه الحقيقيه، وهيدي ما لازم تكون النهايه اللي بنطمح لها كنساء. مثل احنا وصغار كمان سندريلا وهولي على ديزني، انه دائما كل الرسوم المتحركه بيبنوا بيركزوا على هالفكره انه المراه هي الخجوله يلي بتنطر الامير اللي جاي على حصان ابيض. صح. كرمال يخلصها من الظلم، ولازم هي تكون حلوه وعلى طول مزبطه حالها. صح. هلا بلشوا شوي يطلعوا من هيدا كمان هيدا سجاه ثاني، بس انه كمان بلشوا كثير مهم انه بلشوا يضووا أهمية مثلا أهمية استقلالية المرأة أو العلاقة بين الأخوة. صح. مثلا شفناها بفروزن، هيدا شيء كتير حلو الفروزن، قد ايه اخذ ضجة بين الولاد، عم بيفرجوا قد ايه الاختين، يعني حتى ضحت باخت من اثنين، ضحت بعلاقه او فضلت اختها على علاقتها العاطفيه. يعني هيدا شيء كتير مهم، هالفاليوز هالقيم انه تكون عم تنعطى للولد. مش صحيح. بس انه لازم تكوني حلوه وبرنسيس خصوصي بهالوقت صار في كتير مشاكل بين الاخوه، يعني وصلنا لمطرح انه لازم يتضوع هيدي الامور ويفرجوا قديش مهم رابط الدم. يعني بالنتيجه مثل ما بنقول الدم ما بيصير مي، يعني وهودي القيم كتير مهمين ينحطوا بإندايركت مسجز بالإنتاجات. صح. وبلشوا شوي شوي عم تزبط هالقصة. صح. حتى في فيلم كتير حلو أنا حضرته، كرتون بريف، كمان هي أميرة بدهم يجوزوها، كمان بترفض هيدا الشيء وبتعيش مشكلة وبتحلها هي وبتوصل للآخر. كمان علاقتها مع أمها كانت يعني هيدا كمان شيء كتير حلو، خصوصا هلأ منشوف أنه الولد كتير عم يقف بوجه أهله، يعني بالأخص من وراء الانفتاح بالسوشيال ميديا. بقول لك حقه
عم بيجرب يعمل مثل ثورة على أهله إنه أنا ما بفكر مثلكم، أنتم ما بتشبهوني، بس بس يكبر مع الوقت بيعرف إنه لا كان معهم حق أهلي. وهودا المسجز كتير مهمين يكونوا موجودين بإنتاجاتنا، إن كان دعاية ولا إن كان توك شو ولا كان مسلسل، حيلا إنتاج إعلامي كتير 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 مهم نقول إنه المرأة أكثر بكتير من شكل حلو. صحيح، المرأة أكيد أكثر بكتير من شكل بكتير. حلو. رح نوصل هون بس نحكي عن، نرجع شوي على المرأة ورغبات الرجل من كل النواحي، إن كان بشغله يعني بس يجي من شغله بدها تكون حضرت له الأكل، بدها دايما تكون حلوة إنه كرماله، بدها تكون نظفة البيت، يعني قديش المرأة عم تعطي وعم تتعب، ويمكن ما بعرف إذا في من يقدر. لكن هو نرجع على ذات الفكرة أنه بهالأيام الكوبل يعني الرجل والمرأة عم بيشتغلوا كرمال اللي يعيشوا هالعائلة، كرمال هو بيدعمها تتحقق طموحاتها، والعكس صحيح. يعني كمان هيدي صورة نمطية أنه بحضر له الأكل تبس يوصل من الشغل اتسترا، ما هي بتكون يمكن واصلة من بعده على البيت، يعني منه موجود بقى بمجتمعنا، يمكن عند الكبار بالعمر يلي ما سنعت لهم الفرصة أنه يتعلموا ويكفوا دراساتهم أو يتوظفوا، لأنه ما كان في مساعدة مثل ما هلأ فينا نجيب أنه مساعدة حدا يساعدنا بالبيت أو صحيح. هلأ المرأة هي بتساعد الرجل والرجل هو بيساعد المرأة، بس دورنا كرجل وكامرأة أنه نغير هالفكرة. بهلها السبب لازم يكون في أكثر ناس تكتب من النساء، تكتب مسلسلات يكونوا من النساء، وبلبنان صار عنا بس صحيح. كمان إنه بحاجة نحن بعد كتير كرمال نغير هالصورة النمطية، بدنا عالم بنات أو نساء ينتجوا يعملوا إنتاج، يكونوا ممثلات قديرات يقدروا يوصلوا انه المرأة فيها تكون الموهبة، مش انه بس لانه شكله حلو لازم اطلع مثل. يعني هودي كلهم بيخلوا المرأة تغير هي، يعني بس هي تدخل على هالمجال من جوا منغير الفكرة ومنغير هالصورة النمطية، لانه ما حدا رح يفهمنا او يقدر يغير صوره المراه غير المراه هي بذاتها بدها تغير صورتها. بس بعد بنلاقي يعني شريحه كبيره من النساء ما انا مقتنعه بهذا الشيء، بغض النظر عن الانفتاح، يعني كنا عم نحكي همهم جمالهم، يعني بعد عندنا مشكله كثير كبيره بمجتمعنا، حتى بسمعها انا انه بين عائلتي رفقاتي، يعني حتى في مره كان معي بنت بالجامعه قالت لي انا عم باخذ شهاده لجيب عريس احسن، بكل صراحه انا انه بعدها موجوده هيدي الفكره اللي ورتينا، هيدي الفكره اكيد ورتينا، بس يعني هيدا الاكزامبل ما فينا نعممه، هيدا يمكن صار الاكسبشن، يعني بالعكس البنات يعني ما عم تكتفي بالليسانس، ما عم تكتفي بماسترز، بدها اكثر واكثر لانه بدها تعمل خبره، بدها تحقق حالها، حتى لو كانت بذات الوقت يمكن عم تعمل عائله، بس انه هي اذا ما حققت حالها هيدا الشيء بيتأثر جو بيتها وبتحس هي بنقص، كيف بدها تربي بنتها او ابنها انه يقدر يقدر المرأة اذا ما كانت هي عن جد من جوا فلفلد ومحققة حالها ومحققة طموحاتها وهي عم بتجرب تغير الصورة. قد ما نقول انه بدنا نطالب بحقوقنا انه مع الرجل او من الرجل، ما حدا رح يحس فينا غير نحن بالتحديد، يعني نحن ما فينا نقعد بالبيت عم نشتغل على فيسبوك او على انستغرام ونقول بدنا نحقق حالنا، لا بدنا نكون اكتف، بدنا نعمل شيء، بدنا نعمل اويرنس مثل ما هلا عم نعمل، نحكي بالمواضيع، يعني نكسر التابوز. هلا صار فينا على السوشيال ميديا، يعني بتطلعي لايف انستا لايف فيسبوك دغري بتحكي كل شيء في بقلبك، يعني حتى في اكسبيرينسز لازم البنات تحكيها اذا تعرضت لقصص معينه، هلا عم نشوفها اكثر صارت تحكي، صار عندها الجرأه تطلع وتحكي بالاخص مع الجمعيات الموجوده، وصار في حتى بروجرامات على التلفزيون عم يعطوا هالفرصه لهالنساء او البنات المعنفات او اللي تعرضوا لتحرش جنسي، دونك بالعكس هيدا شيء منيح. هون اذا بنرجع لرغبات الرجل، اذا المراه ما قدرت حققت هالرغبات، هل بتعتقد رح يصير في عندها نقص؟ يعني بتحس انه انا ناقصه نسبه للمجتمع؟ مثل ما كنا عم نحكي 100% انه بتحس حالها انه اكيد اندر ستريس، واكيد مشان هيك بنقول المراه عن جد بتستاهل يمكن اكثر من يوم عالمي للمراه، على طول الرجال بيتهمونا لا انتم عندكم يوم عالمي للمراه، ونحن ما عن جد كل يوم هو لازم يكون يوم عالمي للمراه، لانه المراه بتركض
بتنسق بين كذا شغلة بذات الوقت، وهيدا الشيء بيتطلب كتير إفار وكتير تعب. صحيح، يعني عم تنحط تحت ستريس كتير قوي يعني. وهون بدنا نرجع كمان نحكي عن المراكز المرأة، كنا قبل عم نحكي بس مراكزها بالإعلانات، إذا فينا نحكي عن مراكزها in general، يعني برح أظهر شوي أورسجي ما بأثر، بس مثلا بالتمثيل النيابي وبالتمثيل الإعلامي كمان المرأة غير موجودة. يعني كنت عم بحضر هديك المرة بورسنتاجات كتير واطية، يعني 9% 10% للمرأة نسبة بالإعلام، موجودة بالإعلام اللبناني. هلا التشينج او التغيير ما بيصير بين ليله والتانية، يعني بده كتير وقت، بده ناس تشتغلها، ناس تبنيلها تيقطفها الجيل يمكن اللي بعدنا او اللي بعده، يعني منا شغله هينه بين ليله وضحاها بدي اقول انا مش الحال. هلا كان عم ينحكى بكوتا نسائيه بالانتخابات اتسترا كرمال للمراه، مع انه انا ضدها للكوتا لسبب انه انا بامن انه الشخص المناسب لازم يوصل بغض النظر اذا كان مراه او رجل، بس يمكن فيها تكون هيدي بدايه تنخلي مجتمعنا يفكر انه لا، في نساء بتستاهل توصل، في نساء عندها القدرات وعندها الامكانيات انه تقدر مثلها مثل الرجل، واوقات لانه المراه عندها حنيه اكثر وعندها دبلوماسيه اكثر تقدر تستقطب تعاطف اكثر وتقدر تشتغل اكثر باكثر شفافيه باكثر حب لمنطقتها او لمدينتها او لضيعتها. هون بدي ارجع على موضوع كمان نحكي شوي ايجابيا عن المسلسلات، تما يقولوا كمان نازلين وسط الدراما اللبنانيه، بضوا ايام على المراه اللي عم تتعنف يعني، وبفرجوك انه لا بالاخر قدرت تطلع من هيدي الحاله او حكيت، يعني كثير عم بدور كمان على قصص خاصه بالمراه انه تما تكون ظالمينه. لا اكيد، وهيدا كله جهد متكامل، يعني نحن بس نشوف جمعيات عم تعمل اويرنس كامبينز على العنف ضد المراه، وعم بتحكي مع طلاب الجامعات وعم تحكي مع طلاب المدارس وعم بتعمل لهم كامبينز، عم بيشوفوها على التلفزيون وعم يسمعوها على الراديو او على البيلبوردز خاصة بالعنف، وانه لازم تحكي، مش لازم نشوف بقى حدا عمره 14 او 15 بنت عم تتزوج، لان هيدا شيء اغتصاب لطفولتها اكثر ما يكون شيء ثاني، بس نكون عم نشوف هيك اشياء والمتركاج على هيك امور، بيجي المسلسل نتيجة ودعمة لهالافكار انه لا، نحن بمجتمعنا صار في وعي انه هود القصص غلط، انه لازم احكي اذا صار معي هيدي القصة او هيدي المشكلة. وهون دور الاعلام المهم انه الاويرنس التوعية شيء كتير مهم ولازم ينعطاه قد ما فينا نعطيه وقت على التلفزيون او على الراديو، حتى بالمدارس لازم يبلشوا كرمال انه كل الشباب والصبايا يعني اوريدي بلشوا، يعني مدارس جامعات كثير عم بيصير في اويرنس. صحيح، بهالامور هون كمان بدي ارجع على الصوره النمطيه اللي كنا عم نحكي عنها بالمراه كجمال، بس بدنا نركز على شغله، عندنا اودينس رجال كثير، فيمكن هن كمان قصدهم يسيبوا انه هودي الرجال، يعني بتعرف الرجال بقلبوا بهالمسلسلات انه هيدي حلوه، انه بتبلش هيك تيجذبوا المشاهد، حتى المرأة يعني انا انه بحب شوف امرأة جميلة على التلفزيون. ما انه غلط والجمال مش عيب، بالعكس هيدا هيدا شيء الله يعني اعطانا اياه نعمة، بس الفكرة هي انه ما اكون بس عيون حلوين او شفاف حلوين او جسم حلو، لا كوني في يكون متكاملة، ليه ما بدي يكون كوني انت ثقافتي شوف حالي فيها. صح. علمي شوف حالي فيه، اخلاقي شوف حالي فيها، عاطفتي اتسترا، عائلتي، انه مش بس تركيزي على المرأة. وصدقيني جين انه المسلسلات هن التارجت اودينس تبعهم هن النساء اكثر من الرجال، يعني قد ايه بنشوف رجال رح يحضروا مسلسل بالنسبة لقد ايه نساء عم تحضر مسلسلات. اوقات بتحس انه هالكاركتر بهالمسلسل او بهالفيلم بيشبهني او بهالدعايه انه بتشبهني مثلي، في كونكشن انا وياها، اوقات بتحس انه لازم تكون احسن كرمال تصير تشبه هالكاركتر، يعني هيدا سيف ذو حدين، يعني اوقات بيمشي لصالح المراه واوقات ضدها. يعني هون بدنا نرجع على السكريبت اكثر كمان من انه تما نكون عم نحكي بس انه الممثلات اللبنانيات، لا اكيد بس نحكي ممثلين نحن عم نشوفهم بالواجهه، بس هو وراهم في الانتاج اللي هو النمبر 1 فاكتور، يعني كرمال يطلع هالمسلسل او هالفيلم او هالدعايه، وعندنا المخرج وعندنا السيناريو، عندنا كل العالم اللي بتشتغل باك ستيج، الممثل هو دوره يعني يدرس او يحفظ هالدور ويؤديه، منه دوره انه يغير بالقصه. صحيح. في شيء رساله اخيره بتحب توجهيها للمراه؟
يعني المرأة بدها تعرف قيمة حالها بالأول، يعني بدها تعرف تقدر حالها، تهتم بحالها وتهتم بجمالها، منه شيء غلط بالعكس، بس كمان تهتم تغذي ثقافتها وتغذي علمها، تقدر قد ما فيها تعطي تكرمال تلاقي بولادها وتلاقي بعائلتها وتلاقي بمجتمعها. يعني بدها تعطي كل شيء وقد ما فيها، وعن جد كل مرأة إذا بتآمن بحالها قادرة توصل بعائلتها، تكون عائلتها كتير حلوة، وبذات الوقت كمان قادرة توصل لمراكز كتير عالية. لكن هي إذا بنختصرها، المرأة هي رسالة بحد ذاتها، المرأة انبعتت لأنها هي رسالة، هي نعطاها هي النعم، يسوع أعطاها النعمة إنه تخلي يكون في ناس على الأرض، هي صح. اللي بتحبل، وهي اللي بتعطي حياة للناس. وليه بيقولوا البيت بلا أم أو بلا مرأة هو بيت فاضي؟ صحيح، لأنه المرأة هي كل شيء. نحن عنا العذراء الإيديال. أكيد أكيد أكيد، نحن دايما بالآخر بنسحب خبز الحياة تنشوف الآية شو بتقلك. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. فيها نقريها بالعربي. بليز. الحق الحق أقول لكم، من آمن بي فله الحياة الأبدية. تلمس شيء فيك هيدي الآية؟ يعني الإيمان هو أول شيء بالنسبة لي الأمل. يعني لو ما عندنا إيمان ما عندنا أمل ببكرة أو بشيء أحسن أو لنتخطى صعوبة أو نتخطى مرض أو نتخطى مشكلة. صح. الإيمان هو الحياة. المرأة إذا بتآمن كمان وبتكون فعلا من جوا عم بتآمن وعم بتصلي، كمان بتحصل على سلام. وعن جد هيدا عن خبرة شخصية، قادرة تركلش وقتها بغض النظر عن الركض. يعني لما تكون عم بتصلي وبتحس بسلام داخلي، بتصير هي قادرة تركلش حياتها. يعني السلام الداخلي شيء كتير مهم. يعني الله ويسوع علمونا الإيمان تنآمن فيهم، وكمان تنآمن بحالنا وبالناس اللي بحبونا اللي حوالينا، كرمال تنقدر نكفي بهالحياة. اوكي دكتور ريتا، انا كثير بدي اتشكر وجودك معنا. ميرسي. ميرسي على كل شيء، وكان شرف لي استضافتك. للمشاهدين يلي ما بيعرفوا دكتور ريتا، هي كانت دكتورتي بالجامعه، وانا يعني دائما الدعم الاول. اول شيء جين، بدي هنيك على البروجرام. ميرسي. وانا بعرفك صحفيه يعني بالصحافه المكتوبه، شاطره وقدرت تحقق حالك. ان شاء الله هلا هالبروجرام يكون يعني هيك يفتح لك مجالات وهيك يعطيك اللي بتستاهليه. ميرسي كثير، ميرسي دائما على الدعم المتواصل وعلى وجودك حد. ميرسي لك جين. ميرسي دكتور. مشاهدينا بريك سريع وبنرجع لكم.